ابني قفلي لك على الحديقة شوي. على عيني. بعرف بموسم الخريف الورق بيهرهي بس منظره أمرك حلو. الله يقويك. خير إن شاء الله مديحة طالعة مشوار؟ ايه قلت بشم شوية هوا وبمر على رفيف. اسمعيني لا تعملي مخططات تخرب الدنيا، ها عم تفهمي؟ شو قصدك بهالحكي؟ مخططات شو بتقصد؟ اني اقعد مع كنتي المستقبلية اشرب فنجان قهوة، هذا كله شي طبيعي. وعم فكر امرق لعند الصايغ حط الخاتم، بده تنظيف وتلميع شوي. هذا ماله خاتم العيلة تبعها، خاتم المرحومة مرتي. هو ذاته عمي، صار الوقت لنظفه. إذا الله طعمني رح لبسه لكنتي. هاتي الخاتم لشوف. هاتي. شو عم تعمل عمو؟ هاتي اعمل لي. لك هاتي لهون قلتلك هاتي. هاتي اعمل لي. هالخاتم بالذات ذكرى من العيلة، ما قلتلك لما تزوجان من فتون لبسيها إياه؟ ليش ما لبستيها؟ ليه حليم ما لبستها إياه؟ شفنا اللي صار. أنا كمان ما بسمح لك إنه تلبسي الخاتم هاد، بسمح هذيك الحية الصفراء. هاتي لهون اعمل لي. يي. يعني تصرفاتك صايرة مثل الأولاد، خليه ينفعك الخاتم، اشبع فيه. هذا الخاتم رح يوصل لصاحبته اللي بتستاهله.